خاطب ناشط مدني يدعى علاء الحلاق محافظ محافظة القادسية متسائلا: هل أنت أصم؟ لماذا لا تعمل؟ ولماذا لا تترك حزبك؟ مع اعتذارنا طبعا لبعض الألفاظ الواردة أو التي سترد في المقطع الذي ستشاهدونه الآن، وإن دلت فإنما تدل على مدى الغضب الشعبي تجاه المسؤولين، فلنشاهد. تساعدنا مطلوب بالديوانية، محافظ ديوانية أنت، محافظ ديوانية سامي الحسناوي، كم مرة قاعد وياك أنا؟ أنا على الحلاق كم مرة مسلمك مطالب؟ كم مرة من وراك كم واحد قالوا على استلمه وطوهم وسكته وهاي؟ أنت ليش ما تشتغل؟ ما تعوف حسب الرذيلة؟ ما تشوف قضاءنا ومدينتنا؟ أنت محافظ لو صنم، الله جابك إنه صنم. صنم الله جابك إنه بس أدفتهم صنم. أدرى هاي الأموال تلخفون بيها أنتم وولدكم وعوائلكم وبالخارج متولسين، إحنا مو خوز زليم، الحمزة ما بيها خوز زليم، ديوانية ما بيها خوز زليم، لا والله بيها وراح تشوفونها، والله لا بيوتكم تضل نحرقها، والله جاي أحرض عليكم نعل على بهات بهات بهاتكم، كفو كفو لكم، هاي حالتنا شوفوها بالصيف، إحنا بالسابع شوفون لولا شكو مسؤول، نعل على والد والد والديك بعد، يا سايب يا ابن السايب، يا ما تشوف حالتنا.